مساء الخير لكل مشاهدينا الأحباء. في إطار الانتخابات البطريركية الفترة اللي بتمر بيها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في الفترة الحالية، بتنفرد قناة ميساد بإعلان أسماء من لهم حق التصويت والانتخاب في الانتخابات البطريركية، واللي بلغ عددهم حوالي 2594 ناخباً. وحابين نحن نفكر حضراتكم برضو ان الذين كان لهم حق الانتخاب في فترة انتخاب البابا 117 قداسة البابا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، كان وقتها عددهم حوالي 1500 ناخب. مشاهدينا، قبل ما نلقي على حضراتكم أسماء الناخبين، بيان بأسماء الناخبين، هنخرج نشوف كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبس أودوسيوس أسقف عام الجيزة، واللي قالها في برنامج نبض الكنيسة في حلقة 20/7/2012 حول إعلان أسماء الناخبين. نخرج نشوف كلمة سيدنا ونرجع لكم مرة تانية نلقي على حضراتكم الأسماء. يوم الحد كافة الكشوف تبقى معلقة في البطريركية هنا في العباسية ونازلة في وطني، وهتكون موجودة عند حضرتك في السايت بتاع القناة. هناك إعلان هينزل برضو من يوم الحد، بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة تعلن أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الناخبين لانتخاب قداسة البابا البطريرك 118 اعتبارا من الاثنين 23 يوليو 2012 الى الاحد 5 اغسطس 2012، وذلك بلوحة الاعلانات المعلقة على حائط كنيسة الانبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.